الحكومة التشادية تصدر مرسوما يعلن انحداد وطني لمدة 3 أيام تخليدا للمرحوم الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي وافته المنية. اليوم 15 من يناير صادف الذكرى 25 لانعقاد المؤتمر الوطني المستقل. التوقيع اتفاقية تعاون بين جمهورية تشاد والنيجر يهدف إلى وضع نقطة جمركية موحدة بين الدولتين. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من جمعنا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية لهذه الأمسية العربية والتي أبدأها بقراءة هذا المرسوم، مرسوم رئاسي يحمل رقم 040. المادة الأولى: يعلن انحداد وطني لمدة 3 أيام تخليدا للمرحوم الشيخ حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الذي وافته المنية يوم الأحد 14 من يناير 2018 بباريس العاصمة الفرنسية. المادة الثانية: يبدأ الحداد يوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير عام 2018 عند منتصف الليل، وينتهي في منتصف ليلة الجمعة الموافق 19 من يناير 2018. يشمل الحداد جميع أنحاء الوطن. المادة الثالثة: تنكس الأعلام خلال هذه الفترة وتمنع جميع الأنشطة ذات الطابع الاحتفالي، يسمح فقط بالاستماع إلى الموسيقى والابتهالات الدينية في المحطات الإعلامية ودور العباد. المادة الرابعة: سوف تحدد الحكومة كيفية تنظيم حفل التأبين. المادة الخامسة: يسجل هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية إنجمينة في 15 من يناير 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. وكما أسلفت في بداية هذه النشرة، نبدأ هذه النشرة الإخبارية العربية بالنبأ الأليم الذي تناقلته الأمة التشادية جمعاء بوفاة فضيلة مولانا الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، حيث وافته المنية بباريس العاصمة الفرنسية بعد علة مرضية. وفور ورود هذا النبأ توجه فريق من التلفزيون إلى منزل الراحل بالدائرة الخامسة. الزميل سعيد أحمد حسن كان من ضمن الفريق وعد لنا أجواء الحزن التي عمت بيت الراحل الدكتور حسين حسن أبكر. هكذا جرت إرادة الله سبحانه وتعالى على أن تذرف دموع المئات والآلاف بل والملايين إن كنا نحسبها على المستويين الداخلي والخارجي، دموع الرجال والنساء والأطفال شيبة وشبابا على فقدان علم من الأعلام الإسلامية، فقيد الأمة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي وافته المنية بالعاصمة الفرنسية باريس ليلة البارحة، وذلك بعد صراع مع المرض الذي نال منه في النهاية، ليترك بذلك قلوبا انفطرت حزنا على هذا الفراق الأليم. الأمة الإسلامية في هذا البلد وفي خارج البلد فقدت هذه الشخصية الشيخ حسين حسن أبكر الذي أُرف بسماحته، أُرف بأخلاقه الطيبة وبصدره الواسع بتواضعه مع الكبير والصغير، ولم يسد بابا يوما لإنسان يريد أن يقابله، ولم يكن عنده بواب، ما فيش بروتوكول أمام باب الشيخ حسين حسن أبكر يقابل الصغير ويقابل الكبير ويقابل المرأة ويقابل الرجل ويقابل غير المسلم والمسلم. شيم الفقيد لا تكاد تحصى، فيعرفه البعض بأنه الشيخ المربي، والبعض الآخر برافع علم الوحدة الوطنية والمنادي بها دائما. ألينا فقدنا أخينا أبونا رفيقنا الشيخ دكتور حسين حسن أبكر، هو بيجي لنا إمام، بيجي لنا شيخ، وبيجي لنا معلم في كل وقت، هو في جهد بجهد في كلام الوحدة في التعايش السلمي، وهو ضد التطرف الديني كل وقت، بس أن بيوصل الجواب كي واجب يكونوا متكاتفين. فراق الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر أثر أيضا على تلامذته ومقاربيه، واصفين إياه بأبي الكل.
حتى أثر هذا الخبر في نفسي تأثيرا شديدا، حتى سبحان الله عندما توفي والدي لم تأثر الخبر مثل ما تأثر بوفاة هذا الإمام. لماذا؟ لأنه رجل جاهد ونادل من أجل أن يحمي ثوابت الأمة التشادية ويحفظ بيضة الإسلام ويأخذ بأيدي المسلمين إلى طريق الفلاح والنجاة. توفي الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر تاركا وراءه 3 أرامل و17 ابنا، 10 من الذكور و7 من الإناث. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إليكم برنامج الإدارة العامة للمراسم الدولة، حيث هناك برنامج خاص لتأبين فضيلة مولانا الإمام الدكتور حسين حسن أبكر، وهو كالآتي: الساعة 6:30 تتم الاستعدادات بساحة الأمة، في 6:30 وصول المدعوين، في 7 تماما حضور الشخصيات، في 8 تماما تبدأ بداية حفل تأبين فضيلة مولانا الدكتور حسين حسن أبكر، وفي 9 وتتم نقل الجثمان إلى المسجد الكبير للجامعة فيصل، وفي 9:45 سيتم نقل الجثمان إلى مقابر لاماجي، وفي 10:45 تتم مراسم الدفن بالمقابر توقيع المدير العام لمراسم الدولة. إليكم عدد من البرقيات التعزية. بيان نعي: قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هادم اللذات أي الموتى. وعليه فإن المجلس العالي للشؤون الإسلامية بتشاد يعلن للرعي الوطني والدولي عن وفاة فقيد الأمة الإسلامية جمعاء، والتشاديين خصوصا رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر، الذي وفاته المنية مساء الأحد 27 من ربيع الآخر 1439 الموافق 14 من يناير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد مرض طويل ألم به. وسيقام في يوم غد الثلاثاء 16 من يناير 2018 حفل تأبين رسميا من الدولة بساحة ميدان الأمة عند 8:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا، وسيصلى على جثمان الطاهر عند 1:00 بعد صلاة الظهر مباشرة من الجامع الكبير للملك فيصل. رحم الله الفقيد بواسع رحمته، وألزم أهله وزويه الصبر والسلوان، وادخله فصيح جناته، واجعله من الصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. جمعنا في 28 من ربيع الآخر 1438 هجريا، الموافق 15 من يناير 2018 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أيضا برقية تعزية من قبل السفارة المصرية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إلى إخواني في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، أتقدم ببالغ الحزن والأسى إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية باسمي وباسم أعضاء السفارة المصرية في تشاد بالتعازي الحارة في فقيد الأمة التشادية الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. لقد أمضى الفقيد حياته في خدمة الإسلام والمسلمين في تشاد، كما أن مساهمته في قضايا الأمة الإسلامية خارج البلاد خير دليل على حرصه الشديد للنهوض بالأمة الإسلامية. غفر الله له وأدخله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. السفير أدهم محمد نجيب. أيضا برقية تعزية من قبل جامعة من قبل رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين باللغة العربية: نعي أليم وعزاء واجب. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم. تلقينا ببالغ الأسى والحزن في رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، الذي وافته المنية في 1:00 متأخرة من يوم الأحد 14 من يناير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس،
إثر علة لم تمهله، والرابطة إذ تعزي أسرته والعالم الإسلامي قاطبة والتشادي على وجه الخصوص تنعى فيه حسن الخلق وطيب المعشر والتفاني في العمل والدعوة إلى الله. فالله نسأل أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. المكتب التنفيذي للرابطة أمين شؤون الاجتماعية أبو زر إسحاق أحمد. أيضا نعي أليم من قبل جامعة الملك فيصل، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم جامعة الملك فيصل بتعزيها الحرة إلى صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد إدريس ديبيتنو، وللمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد والمفتي الديار التشادية، ولأسرة فضيلة الشيخ الدكتور المرحوم لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وأول رئيس الجامعة الملك فيصل بتشاد الذي وفاته المنية مساء يوم الأحد 26 ربيع الثاني 1439 الموافق 14 يناير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس إثر وعكة صحية ألمت به ولم تمهله طويلا، وبوفاته يكون الشعب التشادي قد فقد أحد أبرز القيادات الدينية وركنا متينا من أركان الدولة. تغمده الله بواسع فضله ورحمته وألهم أسرته وأهله ومعارفه الصبر الجميل والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. حرر في جمينا يوم الاثنين 15 يناير 2018 توقيع رئيس الجامعة الأستاذ البروفيسور الدكتور عبد الله بخيت صالح. برقية تعزية: تلقينا ببالغ الأسى والحزن الشديدين خبر وفاة المغفور له فضيلة الدكتور حسين حسن بكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد رمز السلام والتعايش السلمي وعماد التعليم العالي العربي في تشاد، والذي وافته المنية ليلة البارحة في العاصمة الفرنسية باريس إثر مرض لم يمهله طويلا، وقد كان المغفور له صاحب إجلال وقدوة حسنة للأمة التشادية. وعلى هذا الخبر الأليم الذي عم الأمة الإسلامية جمعاء نتقدم نحن الشيخ الشريف عثمان حسين برمة رئيس كانتون عرب عسلة أولاد بري بأحر التعازي القلبية إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وأسرة المغفور له وأهله وأصدقائه وجميع المسلمين وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. اللهم يلهمه الصبر والسلوان ويرحم الفقيد الأمة التشادية بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيخ الشريف عثمان حسين برمة البري رئيس قبيلة عرب عسلة أولاد بري. قال تعالى: كل نفس زائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر الهادم اللزاد. بنفوس مؤمنة وقلوب راضية بقضاء الله وقدر تتقدم أسرة ثانوية المركز الإسلامي الجوني دريدمة من معلمين ومعلمات وطلبة وطالبات بأحر التعازي لفقيد الأمة الإفريقية عامة والأمة التشادية خاصة الدكتور حسين حسن بكر المغفور له بإذن الله الذي اختاره ربه إلى جواره بعد مرض طويل. الثانوية تعزي جميع التشاديين والتشاديات لفقدهم الإمام ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسكنه الله فسيح جناته وألهم الجميع الصبر والسلوان الجميل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة الثانوية: نأي أليم بقلوب راضية بقضاء الله وقدر يتقدم الشيخ الدكتور عبد القادر أبكر آدم باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية شاربة قرمي والمجالس الفرعية وجميع المسلمين بالولاية بتعازيم الحرة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وأسرة الفقيد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ الدكتور الإمام حسين حسن أبكر الذي وافته المنية عشية الأحد 14 يناير 2018 بفرنسا، سائلين المولى عز وجل أن يتقمد برحمته وأن يتغمد برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وإخوانه العلماء ورجال الدين والمسلمين والشعب التشادي الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس المجلس الدكتور عبد القادر أبكر آدم.